البعض يعتقد ان هؤلاء مضيفين طيران. لا ابدا والله، ولا عارضين ازياء، ولا عارضين ازياء، لا لا، هذول حماة الوطن في الدولة الضالعية. في دولة الجنوب. شوف كيف محسنهم ابابيش، شوف الحلاوة دي، هذول الذي بيدافعوا على الوطن الجنوبي من اي اعتداء خارجي. يقول لك هؤلاء لما يعني دخلوا الكلية العسكرية في المجلس الانتقالي، يوزعوا لهم من درزن واقي شمس، واقي كريمات شمس و... علشان ما يتأثروا. قومة الصباح ما فيش، قومة الصباح ما فيش بعد الساعة 11 وفوق. وطبعا أكيد التدريبات، لا تفتكر أنه في الساحة، لا 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 لا، هذا في قاعة، قاعة زواجات، قاعة زواجات، المكيف شغال من الصباح. ولا كيف بيطلع بالحلاوة هذه واللمعة هذه كلها؟ إلا والشغل كله تحت المكيفات. شوف أنا كيف شكلي هذه، وأنا عسكري بس، ها وأنا عسكري، شوف كيف شكلي. أما التدريب الكليات العسكرية بزماننا في الألفينيات والتسعينيات، سواء كان في الشمال ولا في الجنوب، شوف كيف، شوف كيف. شوف كيف شكل الواحد مفحور فحر، شوف كيف هو. ما تعرف إنه يمني ولا صومالي. هذا التدريب من الصبح، من الفجر، شمس، ظهر، تمارين سويدية، أمور، عشان الواحد يطلع رجال يعرف يدافع عن بلده. لكن هذولا قدموا شهداء. والشيء المحزن ان هؤلاء ليسوا من ابناء عدن او من ابناء الجنوب الذي شاركوا بتحرير عدن او بتحرير الجنوب 2015 وما بعد. هؤلاء الرجال اللي ضحوا بارواحهم مفروض نكافئهم ونأهلهم وندخلهم الكليات العسكرية. ليس من هؤلاء، من ابناء الشهداء، ابناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، نكون نكافئ أولادهم ونخليهم يدخلوا هذه الكليات العسكرية مكافأة لأرواح آبائهم أو أغاربهم. لا، هؤلاء كلهم أبناء نعمة، واضح من وجوههم أنه أبناء نعمة، أبناء المسؤولين، أبناء القيادات. شوفوا يا جماعة لفين وصلنا، لفين وصلنا من العنصرية ومناطقية ومحسوبية، وأصبحت الكراسي والمناصب وهذه الأمور الكليات والمنح يعني محكورة على منطقة معينة أو مناطق معينة. هذا هو الجنوب، هؤلاء الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم، هذا هو الجنوب الذي نريد أن نفصل فيه عن الشمال، هذا هو الجنوب. والله العظيم قهر، قهر على الدماء، وقهر على النضال، وقهر على كل شيء عملناه. وأخيرا نختتم هذا التسجيل بهذا الترند، فضل أوسان العنشري توارث، يريد أن يورث ابنه لقوات العاصفة. أوسان العنشري قائد قوات العاصفة دخل ابنه ورع صغير عمره ما يتجاوز حتى 16 سنة، خلاص الآن قدوم لازم، وبيركب له خط ملازم ركن. بدك تقول لي يا وهيب ما يقعش ملازم ركن، لازم الركن من يعني رائد فوق. يا حبيبي أنت ما تعرف بالعسكرة، هذا كان زمان أيام الدولة والقانون، الآن نحن في عهد الميليشيات، ركن وعادوا بعضهم ممكن يخلوه ركن بدون حبة عادي، ما فيش أي مشكلة. هذا وغيرهم من هؤلاء بعد شهرين ثلاثة بتحصلون نقيب، بعد ستة شهور سبعة شهور بتحصلون مقدم، وبعد أقل سنة سنة ونص بتحصلون عقيد، وبيمسكوا هذه الألوية. وعمره 22 سنة بالكثير يعني، أو 20 سنة. والرجال والأبطال والناس الذين ممكن يكونوا مؤهلين أكثر ولهم يعني الأفضلية، يشتغل خادم، سواق، سواق طاقم، يجيب لهم الشاهي، يجلس بالنقطة، يكرف له بالشمس بس. هؤلاء نحن أبناء عدن وأبناء الجنوب يريدون أن نكون خدم عند عيدروس الزبيدي والضالع.